اللي يشوفه اليوم حقيقة يعني كأنه حلم. صحيح. وبعدين البرامج اللي تمشي عليها الحكومة اليوم، كان كنا في أزمة كورونا، كان العالم كله مشغول بكورونا، ما كان مشغول بشيء آخر مركز عليه. كانت في المملكة العربية السعودية كانت القرارات، كانت الأنظمة، كانت تحديدا تصدر يوميا وتصدر تباعا وبشكل مستمر، يعني لم نتوقف على كورونا مع النجاح الهائل اللي عملناه مقارنة بدول كثيرة من العالم. صحيح. والمتقدمة نجحنا فيه، ولكن لم نقتصر على كورونا، ولكن يعني أبدعنا وحلقنا في 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 مجالات الحياة الأخرى اللي نشوف احنا يعني اليوم نتائجها، وفي السنوات القليلة القادمة بنشوف يعني رؤية 2030. أنا أقول اليوم لن تكون 2030، حنصل ما نصل إليه قبل بكثير، خلال يعني 3-4 سنوات هذه القادمة، ونشوفها اليوم أيضا، نشوفها رؤية اليوم، نشوفها في أرقامنا، أرقام الاقتصاد ونتائجه. ولذلك انعكاسات على الاستثمار الأجنبي وثقة الاستثمار الأجنبي في المملكة، لأنه حدثت قوانينها وحدثت أنظمتها. نعم. أعتقد أنه هذا الأمر أيضا سهل. نعم نعم نعم. لا شك اليوم احنا نشوف السوق المالية السعودية ونشوف الاستثمار الأجنبي، كل هذا مطمئن لأداء الأسواق المالية في إحدى الشركات، وهي تداول. يعني الاستثمار الأجنبي يملك فيها اليوم في القسم المطروح حوالي 40%. هذا دليل على الثقة في السوق المالية السعودية، وبالتالي الثقة في التشريعات السعودية، في القانون السعودي، في النظام المالي السعودي.